نقاوة. شو كنت من إيه؟ شو كنت تنقي؟ وش شكله بطرة؟ وش شكله بطرة؟ نعاير بامي وكرامتي وحاضرة. شو قريدة كي قد دير؟ ما كان قريدة؟ ما كان قريدة؟ ورصا يرصا قريدة ولا راجل مغشوش؟ راجل مغشوش؟ ولا تا راجل بالله راجل 100% مش فين تهضري واه راجل 100% شو دابا الدراري هانتوما دابا الدراري اللي ما تقدرش تواجه اللعيبه ديال الدريه ديال الغوله ديال سؤال واحد دابا كان باش تقبل على الدراري تيمشي مع الوالد ولا حتى لا سؤال ليش دابا شعلتي تليفوني بين شي حوايج ما كاينش لا كاينه بلي بخير لا ما عندكش الحق حتى انا عندي بروف عليك هذا الجبل حتى انا عندي بروف عليك ما كنهضرش على القاني شحال شويه انا عندي بروف عليك في المنزل ديالي راجل والمسكيلاسيون بيسبس دابا كتقول لي والله تشان شاف واخا 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 دخلنا هذا لا لا خليني غنمر قريبه 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 قدام هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا لا شي تيليفون بين شي بلانات واش غادي تتابع ترجع باش نقول لك دابا سولت كل لا سجل عليك انا قول لا دابا سؤال نسولك دابا قدام الناس اللي كيتفرجوا دابا انا عندي مشكل معاك انت انا وياك ما عنديش انا عندي مشكل انا ما عنديش معاك مشكل حتى تسبيت عندك في اللايف من حقي ندافع على راسي جبت الشداوه مع الرجاله بيناتكم جبت معاهم رجبت معاهم راه طويا سنيني حدا تاع عقلك انا دوزلي انا الاولى ولا تكراد عليا انا جيت عندك هضرت معاك في البريفي هضرت معاك في البريفي خليتك فيك باغا نعس ومنين عسيت الستوريات فين هو المشكل ايوا ما تكذبش عليهم اخويا تقول لهم خلاص دابا اسمعي دابا انت اللي كتقولي غادي نبدا باش نشرحوا للراي العام اللي كيشوف باش ننور الراي العام كلشي واخا يكونوا حماق واخا يكونوا كيضربوا 60 نقطه شنو راه فهموا بانك تسمعي بلا ما تبقاي تغلغلي عليهم سمعي دابا انت ما كنقول لكم شعل التليفون يا ولدي دابا غير اسمعي اشرح لكم واحد الحاجه دابا الدراري الله يرحم الوالدين دابا السيده عندي مشكل انا وياك حنا كنهضروا انا وياها كتقولي غادي نمشي نجيب لك مشاكل ديالك مع الناس ما كتقوليش انا صورتي بالله مشاكل مع الناس لا لوش ايكوت ما موش تو ريسبكت اسي بور تو دير كو Est-ce que tu acceptes d'être affiché en direct? Tu m'as dit rien d'ailleurs. Ok. Waka waka waka. Anem devez m'acheter. Hat j'ai bini bini anem devez m'acheter. Achetez pas juste des délits d'abord. Ça va. Story et toi, achetez des lives et anem l'achetez que bougez que anem en zianesh. Anem show. Ya achetez des délits d'abord. Anem ouya. Anem ouya. Anem ouya. شنو انا كي تهضر غنزمطك واش بغيتي
تجربني هذيك قبيله جبت تليفوني وزمت غدا تعرف شكون انا في الغايه الحيده دابا ممكن نهضر ما خليتيش نهضر وانت حيت كتهضر في الخاوي الصاد انت هي الفرق بيني وبينك شنو هو انا غنبقى مقوده هي يعني هي انني انا ماناليزي البيرسوناج ديالك وعندي الدوسي كامل ترى انت دوسياتك المغرب كامل عارفه ماشي غير انا شنو انا تصاورك فيديوهات ماشي تصاور فيديوهات تصاور فيديوهات وشوف انت اللي مجرين عليك الخدمه راك مبيضك انت داير انت اللي مجرين عليك انت اللي مجرين عليك انت اللي مجرين عليك والله انت اللي مجرين عليك والله يا سنت تبعك على هاد المجرين عليا قلت خلي عليك خدمه في ثقه الخدمه حيت هذيك خدمه عندنا واحد الخدمه اللي هي حساسه خلا في ثقه بغيتي شويه ديال ريدبول عندي في الثلاجتي عندي في الثلاجتي باسكو جيتيني شحفتي وعندي في الثلاجتي كنبغي الا بغيتي نهضر كنجيب برك والله ما تنسى عليا عاد قلت لها عليك بسبب الله سمعي نقول لك خدمه شوف باش نهضر معاك سيريو انايا الخدمه عندنا حساسه خلي عليك خدمه في ثقه تهضر مني ليك كتمسكن عليا بحال انا مع شنو قلت لك ما تكونش عليك واخدمه بثقه انا الثقه ملي جبتها لك انا كنقول لك انا راه بغيت واش قلت لك عندي تليفوني قلت لي لا عندي واش تبدي دابا واخا انا نقدر يكون عندي شي ناس مدابس معاهم تبدي لي ناس مدابس معاهم تبدي لي انا وياه واش تبدي لي انا وياه وانت شنو انا وياك انا هو اي دونت فاكين نو يو انا ما كنعرفش وصافي بوان فينا لا عندك شي حاجه عليا انا حطيها لا عندك شي حاجه عليا انا حطيها وماش تمشي تجيب لك انا نجبد لك الناس في الدار واش انت سكيزو لا واش انت يا سكيزو شنو البرج ديالك حيت شني شويه حيت قبيله كتقول له هضرتي غندعيك دابا تقول برج القراده برج ديالي برج القراده برج القراده فريده صافي واش نهضر دابا الخوت عارف شنو درتي ماشي انت هي اللي غادي تجي تبيني انا في اللايف تمشي تبيني صح ولد طق كي ربي كينزل ليا السر في وجهي تحتها وحق الله وانت هي وجهي وجهك بيض وعينيك وجهك بيض ودنيك كحل بقاي ديري فوندو تا انت في وجهك تا ودنيك شحال حامر كمل العياقه ديالو انت كل اللي كتنصب عليهم كيكونوا جايين من الجبل حيت راه يمشي ويديكلاريو وانا كنقولها في اللايف ماشي شنو علاش انت شكون انت اللي غادي تحطي لي هادشي في اللايف علاش اللايف الكوميساريه كاينه لا مرا ديكلاريو بيك ما بقيتيش الكوميساريه كاينه يمشيو للكوميساريه ويمشيو للكوميساريه ودخل عليك الخدمه ونسي الخدمه يمشي ويدي بقى يقول لك الخوت حمل الوالدين واش قلت شي كلمه عيبه انا لا نقول عندي شي مشكل ماشي هذا تمشي للكوميساريه تدخل انستغرام في الهضره ما فهمتش انستغرام شنو انستغرام تمشي للكوميساريه وانا ما جبتكش هذه انا خصني نمشي ندعيك ياك دو غدا ندعيك حتى انا ندق انت ندعيك بيدوفيل بيدوفيل انا وهو وانا منذ الطفوله وانا بيدوفيل وانا بيدوفيل ما عمري شفت ماشي قصيره ما كنمشيش مع القصيره صراحه نتفاجئ القصيره بدا لي كنهضر معايا انا انت دابا القاضي كان صحح ماشي بيدو كان تبع الناس كبر كبر من 18 عام سمحوا لي غلط امشيو دعيوني قول شي كلمه العيب امشيو دعيوني نصبت عليهم امشيو دعيوني القانون كاين هذه شي كلمه ديال العيب من الاول واش غنعاود باش نخليك انا دعاو انا نيشو باش ما بقيت دابا راك تشوي شومور وعطيها غير انستغرام طلع على الموجه
انستغرام كتخلصو منه بعدا، هانتي كتهضري انستغرام كامل كتخلصو منه. والله ما تندخل شي درهم هذا انستغرام، اقسم بالله ما تناخذ شي درهم في الانستغرام. باش دير هاد الحال في راسك؟ انا دافعت على راسي سبيت. انت براسك قلتي قبيله ما عيرتينيش، قالوا لي انت عارفني ما عيرتكش باش تطلع فوق. انا ما قلتش ما عيرتينيش، انا قلت لك ديري القايده كتعاير دخلت لقيته هو تيسب في اللحظه اللي كيسب هو. ايوا جبد مقده وتلقى لي يعني، كنت هو في المغرب. علاش جيت ترجل السوشيال ميديا؟ انا عارفه اصلا راسك ماشي هضرت انا وياه ما هضرتش معاه، حيت ما لقيتيش مين تشديني، باغا تشديني بالخوا الخاوي. ماشي داكشي الخوا الخاوي قلت لك غنشعل التليفون قلت لي غدعي. هادوك شوف هانتي بغات ما تشعلي التليفون. انا شفت لك الصحيح ديال الصحيح. يلاه واسمعي الصحيح ديال الصحيح. بيني وبينك انا ما كنهضرش في الخاوي. انا جبت لهم فيديوهات شايفينهم، شنو جبت لهم؟ فيديوهات اخرين ما لقيتش نحطهم، مازال ما محطوطينش. ما كاينش فيديوهات تحطهم. ما بقاش هضر في الخاوي، هذا هو الفرق بيني وبينك. كاينين فيديوهات اخرين. اقسم بالله كاينين فيديوهات اخرين شفتهم بعيني. تحلف بالله. ممكن انا ما غنحطهمش، انا ماشي بكرون فوالا. حبيبي جيك من الاخر، وكانوا عندي فيديو الاخرين والبالماريس الاخر ما نوضش نخرج معاك يعني في هذه اللحظه. انا عارف هو ماضي ديال الاسود بعدا تفري عليا انا. ماضي تاعي اسود بحال حجبانك اللي ملاقي. هو صافي تبوكيطه مالك مالك تبوكيطه، ما مركب شفار، ما داير بوتوكس، ما مركب شعر. سيري غسلي على وجهك، سيري غسلي على وجهك وحيدي لي لونك من الاس. سيري سيري انا بنوتي بدراعي ماشي بمؤخرتي. وباقي كيخرج عينو في حجبانو ما بغاش يسالي. انا بقال مالي كيلو كيهضر عليا، عاونتني غدعيني، عاونتني خرجتيني في صحتي. جون بو بلو جون بو بلو قال منولي تو مو كاب صافي. شوف انا عطيك اخر الكلام، انا عطيك اخر الكلام. هادو اللي غادي تجيبيهم توريهم في اللايف سيري ديهم يديكلاريو، ديهم يديكلاريو. علاش تجيبيهم اللايف؟ ديهم يديكلاريو. علاش تجيبيهم في اللايف؟ ما فهمتش. عندك شي مشكل معايا انا هضري فيه دابا في اللايف؟ شنو واحد اون فات شتيك تيكس غندخل ندوش فاش قالوا لي صوري لايف تاعك. فريده 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 اسمعيني قول واحد جوج كلمات، غنقول واحد جوج كلمات. فريده يا المقردنيه كبير. انا فريده ما كنصب عليها حتى راه المغرب نص المغرب نصبتي عليه. تخرج وانت نصب على العالم. وانت قبيله كتقول سي صفتي فلوس العيد. انت مرشالو بوليس انت كتقول كيف ما تخرج وليت عاطيها غير اللايفات وفين ما كانت شي تخشيه كتخشي راسك فيها الصحه. وفين عندك المشكل انت؟ نبقى كنصب كنصب دابا انت اسمعي فين ما كان شي مهرجان كتخشي فيك كيبدا يديروا بيك ديك جالس. ولكن ما كاين كلاش مروك فين عندك المشكل؟ دابا كاين عندك المشكل. ما خليتنيش نهضر والله ما خليتنيش نهضر. بحال شي بوفريسيتو، انت عرفتي شنو كلمه غنخرج عليك بوفريسيتو؟ والله يلا قريده ماشي مشكله قريده. كاملين كاملين بوفريتو في الدار. كاملين بوفريتو في الدار قريده. عرفتي دابا راه هو راه ما متيقش راسه في الدار بالفيوز. المهم ابوناو ليه وعلى وجهي. كنقولها لك 93 كا حنايا عاد قدنا 54 كا. اي والله ما شفت لك تبعت لي حاجه. نجبد لك تشوفي لي فيديو، نجبد لك الفيديو ديال يوتيوب ديالي تشوفي شحال ضاربين. واه حيت كتلحق هذوك تشوفي كيف كنت عايز نخشي راسك. كنتحداك طلع لايف بوحدك ودير كونسيبت وتخلي تفرجوا فيك عباد الله. فين ما كان شي مدابزه كتخشي راسك. الناس كيبغيو يغنوا هذاك صاحبي. دابا شوفي هذاك صاحبي بوحديته طلعت معاه، البنش طلعت على ودو صاحبي بوحديته اللي طلعت عليه، ربيتي وجيت مدافع. جو مون فو دو فو زيستوار، جو مون فو. وانا جو مون فو انت ديالك انت، ما تسبينيش في اللايف وما تطوحش. انت كتهضر عليا في انستغرام الوغ. سبيتيني في اللايف، سبيتيني غنعطيك حقك، غنعطيك العصير، وانت كتسبي في عباد الله. ما سبتكش. انت كتسبي في عباد الله. صافي خويا كناكل فلوس الايتام. وانا بغيت نشوف الدنيا من عبوتين موثقين بوزبان، انا ما كنتي شكون بغيتي تكوني كاع. شكون عباد الله؟ انا هي مولات انستغرام قالوها قلت لها اليوم قبيله انت مع واش مولات انستغرام واش اش نقول لك واش بغيت نسب عليا؟ لا واش بغيت نسب عليا نقدر نسب لك واش تاني بعدا ما ننصب عليك واش فاقد مني؟ تاني ما ننصب عليك
حيت بقيت بنتي اللي بغيت تنصب عليا، حيت ما بانيش شي حاجه في هذا الموضوع. انت كتحاسقه عشان نصب عليك اصلا، انت كتجقري من هنا ومن هنا نصب عليك انايا. ها هو الفيديو ديالي بنيتي 7 المليون ديال المشاهده، 7 ديال المليون فيه بوحدي، 7 ديال المليون بوحدي، ما كاين لا انستغرام لا والو، اليوتيوب. لا انت شناك بلاصتك بحال بحال انا فالماري، انا ما كنديرش كيفو، انت عندي فالماري باسك والله، انت بحال بحال حبيبي فيهم يديكلاري، انا كنصب تقريبا والله فيهم يديكلاري، ديهم يديك اخوتي الا قلت شي كلمه ديال العيب مرحبا. انا كنصب راه ديكلاريو بك، داكشي انت دابا ما بقيتيش خدام، شنو بغيتي تزيدو ديكلاريو؟ انا كان عندي شكون اللي انا ما شو ما بغيتش تهضر في الخدمه، الله يرحم الوالدين، خلي خدمه في الثقه، خلي خدمه في الثقه، مازال خدام. انا شوف واخا واخا خدام، هضر 54000 كتهضر، انا كون ما كنتش خدام نقول انا مازال خدامه، تولي في انتحال الشخصيه. انا قدام هاد 55000 اللي كتشوف، انا مازال خدام، وتالي نخلي عليك خدمه في الثقه صافي. واش نقدر نقول؟ وانا قلت هو انا ماشي بخدام، راه نمشي للحد. لا قلت انا ما شوف ما تقدريش كدري صغار القريده، تصير الصايه القريده، ماشي ديال القريده فين كدري صغار نترك مريض، ماشي ديال القريده فين منو. بالنسبه لي بحال خصنا نتعاملوا مع هذا المعامل، حيت ما كتفهموش الهضره ديال الناس تما، خصنا نتعاملوا بحال كنت قريده تصير الصايه القريده، شرقيده اللهم قريده خويا بالشر والمشر والنصاب، بالنسبه للاحتيال على حقوق الفتيات الضعيفه العقليه. رزقي تخدم بكتافي، رزقي نصاب انت دايره شنو؟ انا شنو؟ انت اكبر نصابه بعدا، انت شنو كتهضري؟ امارات تركيا كدا، ما خليتي فين نصاب كتهضري؟ جبت لك اجي نجبد لك دابا، حيت انا الفرق بيني وبينك اللي كتهضر دي بخير، جبت لك لي روسو ديال لاجونس دو فواياج ديالي في المغرب اللي كتاخذي لي بيه باش تسكت، هذا الفرق بيني وبينك. قلت لك غنشعل تليفوني، قلت لي هبلا هبلا لا في سي بوي. سمعني عندك شي حاجه بيني وبينك من لولوش؟ ايكوت انا ما نقدرش نتلونسا في شي حاجه الا وانا عارفه اني رابحه، دابا غير سمعنا قدام الناس عندك شي بلوب عليا معاك هاد الناس هادو اللي تيهضروا يمشيو يديكلاريو، ها بغيتي تهضري ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو. دابا انت كتقول لي دابا نزل عليا اشاعات، دونك قلت لك انا نهضر معاك، انت ما نزل عليا داري هاد السيد هي ضربني وسبقني وشكالي، راه إلي انكخوايابل، مي توي انكخوايابل، مي توي انكخوايابل. عندك شي حاجة عليك، صدعتيني في راسك، بس شدي القريبة، باش ديك شدي القريبة، ايكوت واش شاربة شي شوية؟ شاربة شي شوية؟ لا ما شاربتش، واش شاربة شي شوية؟ وانت طفاية شي شوية؟ أنا راه باش نشوفك أصلا تحيد، واخا نكون شاربة تشرب نشوفك نزيحة، نشرح ليك واحد الحاجة، مرا الجاية أم لولوش فاش بغيت تكراشا مع شي حد عارف انك انت وياه غتبقاو في الاسد حرام، انه ما غيضحكش في الواقع، حيت غتقطع دابا هاد اللايف غيتقطع وغنمشي بحال ما كاين حتى شي حاجه، بحال ما ناقصني حتى خير، غتعاود طلع عليا في ستوري كيف ما انت قلتي القانون، انا غنجبد القانون فاهمين، والمره الجايه ما تسمعش كونفرساسيون. مرحبا لو وليتي تبتي لي خطره اخرى غادي نعاود نجيبك، لو وليتي جبدتيني خطره اخرى غنعطيك جواب. ما جبدتك، شكون بيني وبينك؟ علاش غنجبدك انتايا؟ والله شبيني وبينك، هو انت اللي هو ايدو شبيني وبينك، عمرك اديتك دابا انا هي السؤال، واش انا قبل ما يتدار اللايف في الصباح واش عمري ذكرت لك شي سؤال؟ مش من بالي كوي، بغيت نقول قبيله ولا تجبديني؟ لا حنا نصبي في السبيل، ديري اللي بغيتي ما تجبدينيش، بوان فينال. المرة أخرى جبدتيني، ومرة أخرى لا جبدتيني، غادي تاخذي العطير. أنا ما كنجبد حالك على الديناصور، ما كنجبدهمش. أنت يا بوز وما تعاودش جبديني، وما تعاودش جبديني، ما تعاوديش جبديني، سالينا. شي واحد عندك شي حاجة؟ هو آر يو؟ شكون أنت باش نجبدك؟ العاهد هشام ملولي، هشام ملولي راجل. أنت كنتي كتطلبني، ما بغيتش، ما بغيتش. أنت كنتي كتطلبني نطلعني في اللايف، نطلعك في اللايف ودابا غنجي نجبدك. ما بغيتش نقيس في الهضره ديالي، كون غير واقع انت غاتش نقيس في الهضره ديالي، لهم لي كونفرساسيون بديتي كتبركب شنو زيد خرج في عينيك، ما بغيتش نقيس في الهضره ديالي، ما تسعرنيش حيت انا فاش كنسعر ما كنعقلش. وتيري سيري سيري تفرقعي قريده اخرى، نسعر شو تسعر؟ كلشي 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 شنو ما نعرف، وسط السوشيال ميديا كله بصمات ديالك، شنو كتهضري؟ أنا
نزعر وترصين قريدة أخرى شغل تزعري أبغي خيش أنت يا ترصين الأرض مالك قريدة نكون بغي خيشة قريدة واش بغيك تصدق هضره معايا من جنبي عندي شي حاجه بيني وبين انا حطيها عندي شي حاجه بيني وبين دابا عجبتيني بيتيني غنشق وكتوقع العصير ديال العصير ديال العواصر الا وليتي تسبيتيني غتاخدي العصير ديال العواصر غنشقك غنشقك بالعصير شو كتقول شو كتقول سالينا خطره اخرى خطره اخرى انا كنقولها لك خطره اخرى لا انت سؤال لا سؤال لاش عيطتي وليتهم دابا غتدعيني خطره اخرى لا وليتي جبتيني خطره اخرى واخا واحد باش تكشف التليفون غتجيب شي حاجه بيني وبينك جبتيها بيني وبينك بيني وبينك جو تو كوني با واش انت جيتي كتحضر لي باش نطلع معاك في لايف رقم 5 قلت لك طلعي هادي ما فيها والو هادي ما فيها والو واش انت كتحضر لي باش نطلع معاك في لايف وانا غنشدك واش انت مريض ما فيها شوف شوف نجي نقول لك طلعوا في اللايف هذه راه ما فيها والو بلا ما تشدك هذه عادي اجي واخا شوف راح نتلاقاو يا واخا انت سيبر علاش تبرميتيهم ما فيهم والو انا ما سيبرميش راه كلشي كاين تما انا كاينه انا نوريها لهم مازال كاينه طلعوا في اللايف هي مازال مكتوبه قلب عليها عافاك وري والله تتوري ها هي قراي اجي طلعي معايا في اللايف ها هي لا اجي طلعي معايا في اللايف وري سميتي وري كلشي واخا ها هو تاع الكونت ديالك هذا ها هو الكونت ديالك من الاول نيجي الماسك جبت لي صافا ما كنجاوبش وري كلشي ها هو ها الكونت وري كلشي ها ها فيها شوف اجي ها هي اجي طلعي معايا في اللايف اجي طلعي معايا في اللايف ها هي وري عافاك وخا طلع هاهي هاهي القايدة وولفي هاهي هاهي هاهو الكونت ديالك هاهي فين هي اكخير هاهي اجي طلعي معايا في اللايف هاهي هاهي كاينة في الباس وكنقول لك انا ايه قلت لك طلعي معايا في اللايف جريمة اللي درت طلعي معايا طلعي معايا انا شوهت راسي ملي طلعت معاك ما خلاوش ليا اصلا على اللي طلعت معاك حيت انت هي الدوسي ديالك اسود شنو حيت علاش انت صورات معاك فيديوهات ديال الشباب انايا طلعت معاك وفيديوهات ديال الشباب هادشي باغا اللعب العربي شنو ها هي كاينه قلت لك طلعي معايا اها انت ما تستاهليش طلعت وسخت معاك وجهي طلعت وسخت معاك وحده عندها بورنو هي ويلي وحده بورنو ستار طلعت معاها يا البيضاء والحب بورنو ستار انتي اصلا كتبان لهم بحال ميا خليفه اللي مابونين عندك كيدخلوا يسقيو عويناتهم بوان فينال شنو تيتحالك فريده بوان فينال شنو قلت شي حاجه ما كايناش دابا الهضره كامله الهضره اخرى ما تولي تجبدني في اللايف ما توليش نجبدك سالينا ما توليش تهضر عليا ولا شي ميخي من القرود اللي كطلعوا معاك ديك قريده اللي كطلعوا معاك ما تجبدني النصاب ايها النصاب المنمر اللهم شوف اللهم انصاب ولا فضيحتي فضيحه في السوشيال ميديا من الطراز العالي ماشي كلشي يفتح لي مؤخرا ديال السوشيال ميديا ما انا سان كام انا ميتين جينيرال خدام ونصابه كبيره دي فيها شويه متوسطه ما تاسفيش ايوا نصاب انا واحد الصوت ديالها اسود ما قلتش والله ما قلتش والله انا شو قريدة انتما دري شو قريدة شو قريدة شو قريدة شو قريدة الدراري انتم انتما شنو تنصبي عليك باش نصبي عليك ما تنساوش راه كيموت على لي زابوني دريت ابوني ما كنتي داخله شنو دايره اش كديري في انستغرام كترزقي الله كترزقي الله ودابا انت باغي لي زابوني انا خوتي داخل على الانستغرام انا داخل نهضر كنقول لك فين نهضر فين نهضر لا حيت هضرتي بزاف كنشكرك على الوقوف تاعك كلشي عارفك على حقيقتك انا ابو المنمر وتقدر دابا تطلع لايف مع السلامه بان لكم لولوش على حقيقته ولا نزيد نبينو لكم على حقيقته هاد السيد نصاب كبير جراولي بالخضاب غايت كرادا عليا وحطيته بوجهو بدا كيتبركي وكيقول لي قريده معاوداك انا معاوداك فلوسي هو كيصبع دريه صغار